بتاع معدية عادي، راح اشتري حاجة من الدكان وهي معدية، فكان في رجع في السلوك وكان مكهرب العمود. وهي معدية الكهرباء شدتها، ف شفتها بتتكهرب من بعيد. في واحدة جارتنا هناك هي اللي قالت لي البوت بتتكهرب وكده، فجريت انا شدتها من الطاية بتاعتها. انت ايه اللي كان موديك هناك يا صلاة؟ كنت طالع برضه اشتري من ايه؟ طلع اشتري حاجة من المحل. الكلام ده كان امتى؟ امبارح؟ يوم الاربعاء. يوم الاربعاء المطرة حصلت عندنا يوم الثلاث صح؟ ويوم الاربعاء الصبح الواقعة اللي هي بتاعت الطفلة اللي كانت هتموت ديت